واهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. السمنة من اكثر الامراض اللي بتسبب ضرر للانسان المصاب بيها. احنا دايما بنقول على كلمه الضرر دي لان هي بتنقسم لحاجتين، الحقيقه اضرار جسديه واضرار نفسيه زي ما احنا عارفين، واتناقشنا كتير جدا جدا في عدد كبير من الفقرات بتاعتنا، وقلنا ان الامراض النفسيه او الاضرار النفسيه بتيجي ان هو بيبقى مش عارف يقف قدام المرايه، دايما مكسوف من شكله، دايما حاسس ان وزنه كبير، دايما حاسس ان في تنمر من عدد كبير جدا من الاشخاص حواليه، الحياه الاجتماعيه طبعا ما بتبقاش ماشيه زي اي حد تاني، احيانا كتير لو هم بنات بيبقوا مش عايزين يروحوا الجامعه، مش عايزين يدخلوا في علاقات، حتى كمان قرايبهم بيبقوا بيخجلوا ان هم يقعدوا معاهم. من الناحيه بقى الجسديه هي الام لكتير جدا جدا من الامراض. النهارده احنا هنتكلم عن السمنه، لا احنا هنتكلم عن حلول السمنه. يمكن في حلول كتيره، منها الدايت، منها الرياضه، منها العمليات الجراحيه. كل واحده فيهم زي ما فيها الصح فيها اكيد اضرار او فيها مضاعفات. يعني مثلا لما بنروح نعمل رياضه، اول ما بنوقف فجاه بنلاقي ان احنا رجعنا تاني زدنا في الوزن، وحصل لنا سمنه موضوعيه في كتير من مناطق جسمنا. طب لو عملنا دايت، لو عملنا دايت بطريقه مش سليمه ممكن صحتنا تتدهور، ممكن تدخلنا في مشاكل تانية كتير وغيره بقى كتير وكتير. لما يبقى عندنا اسم ثقة، اسم لامع في المجال ده، في مجال التغذية العلاجية، ويقدر كويس أو إن هو يوصلك للوزن اللي انت عايزه بصحة جيدة بسرعة جدا جدا ومن غير أي مضاعفات، هنا نقف ونسأل كده نفسنا سؤال، مين الاسم ده؟ طبعا أكيد أنتوا عارفين مين الاسم اللي هيكون موجود معايا النهاردة، هو الأستاذ الدكتور ماجد زيتون، استشاري علاج أمراض السمنة والجلدية. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. الله يخليك، وتشرف جدا بوجودك النهاردة معانا في عيش صح. الله يخليك. أسئلة بقى كتير جدا جدا يعني جات لنا على صفحة السوشيال ميديا أول ما نوهنا إن أنت هتكون معانا النهاردة. كل الناس بتقول دكتور ماجد ليه أدوات سحرية، دكتور ماجد بيتبع أساليب معينة علشان يوصل من الوزن الكبير أو الأوزان الصعبة بالظبط كده للوزن المثالي. تمام، قولي يا دكتور أنت بتعمل إيه؟ بص هقول لك حاجة، أنا اللي هقوله النهاردة زي ما بتكلم في العيادة بالظبط، يعني لو جالي مريض معايا وزنه مثلا ست مثلا وزنها 160 كيلو وعمرها 60 سنة، لو 60 سنة اللي كل الدكاترة هيقول لك لا صعب النزول، معدل الحرارة ضعيف، ما بتتحركش، ما بتمشيش، ما فيش كلام ده عندي. أنا بعود العيان من أول كشف اللي هقوله هنفذه، اللي هوعدك بيه هنفذه ان شاء الله تعالى. طالما لو ورا الكلام ده خبره معينه، علم معين، ادوات ناجحه اثبتت نجاحها بكثير الاف الحالات اللي انا بجيبها لكم تقريبا، يعني ما بطلعش حلقه الا حلقه لايف، يعني المفروض انا اجيب لكم حلقه انتوا قلتوا لا مش هتطلع معايا النهارده. ايوه جايب لكم حلقه نازله 60 70 كيلو بس يعني. هنسجل معاها. لا مش يعني الفكره دي، يعني انا بجي حاجه بصراحه. بصي انا عايز دايما هو الفكره الثقه. انا فاهم مريض زي ما انت قلتي من تفضلتي من شويه 20 مريض الوزن الزياده او اللي يعاني من السمنه خصوصا السمنه المفرطه بيبقى كل المشاكل اللي عنده نفسيا محبط، اكتئاب، وحده، عزله، نفسيا مدمر، ما بيحبش يقف قدام المرايه، ما بتخرجش، خلاص اتحبست في قفص من الدين. فانا دايما بعود العيان في اول كشف بتاعي ان هطلعك من القفص دوت بمفاتيح ناجحه. المفاتيح دي انا اعرف ازاي اشغلها واحط المفتاح ده امتى والمفتاح ده امتى، بس ما تمسكش المفاتيح الناجحه. لو عندي ثقه بما يرضي الله في المفاتيح دي تروح راميها فين؟ في النيل. تمام؟ عشان كده مره المذيعه بتسالني هل كل عيانين بيخسوا عندك يا دكتور ماجد؟ اه بيخسوا الملتزم بس، او اللي عنده قناعه او ثقه في الله سبحانه وتعالى وفي نجاح الدكتور ماجد في ادواته. انا دلوقتي ثلاث حاجات، انا دكتور مش بتاع جراحه. مش بتاع مضاعفات، انا امين في كلامي كدكتور جلديه كدكتور علاج سمنه ان هنزلك وخمس حاجات تتحققوا عندي. نزول سريع 40 30 كيلو في 3 4 شهور بصحه، ما باخدش من صحتك خالص، بالعكس بضيف في صحتك بنجاح الادويه اللي بشتغل بيها كفيتامينز غير تكسير الدهون. اللي بتخسيه ما بترجعوش، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، الشكل بيتغير تماما. وفي نفس الوقت لو في سكر بيروح، ضغط بيروح، كسور بيروح. انا فاهم بكل امانه ان السن ام الامراض زي ما تفضلتي. أوكي. قفلتي باب السن قفلتي باب الامراض. تمام، يعني حتى دايما دكاتره الباطنه لو واحد عندها سكر او ضغط، حتى السكر من النوع الاول او الثاني او وات ايفر، وعندها كوليسترول ليبيد بروفايل عالي وعندها ضغط وتاكل قضاريف خشونه في المفاصل، تحت بند السمنه 35 مرض. دي حقيقه معايا. يحصلوا ايه؟ تباعا.
واي دكتور هتروح له، دكتور عظام، دكتور باطني، دكتور غدد صماء، يقول لها علاج، تروح خس. حتى دكتور النساء، حتى دكتور النساء كمان عندهم بي اس اول، هو بلوسيستيك اوفري اللي عندها تكيس في المبايض طبعا. معايا لو دكتور نساء شاطر وامين مش هيديها المتروفورمين، ماده كده معينه، ده الاسم العلمي بتاعها، مش هقول الاسم التجاري، معايا عشان تعالج التكيس، يقول لها خسي التكيس هيروح. والتكيس ده طبعا ليه مشاكل، كدكتور جلديه زياده الشعر في اماكن غير مرغوب فيها، بيعمل حب الشباب، بيعمل الصلع الوراثي، وانا شغلتي جلديه، فبحط منظومه الجلديه اللي انا عارفها كويس قوي، ان ادي الدايتس اللي كله فيتامينز للبشره. عشان كده كل الحالات اللي تشوفها لي، حتى لو نزل 100 كيلو معايا، تلاقي الوش مفرود، ما فيش سمر، ما فيش شعر بيقع، ما فيش ترهلات ولا سلوليت، الله اكبر. يعني دي كلمه دايما على سي. بس مش هقول الكلام ده بحجاب، يعني مش بدي حجاب عشان عيان يحقق الكلام ده، انا مش ساحر، هي الفكره يعني السحر العلمي اللي انا بشتغل بيه، الكواليتي، الكواليتي في الدايت اللي بشتغل بيه، ازاي اديك الدايت سلسله ناجحه من الرجيمات، خلال اربع شهور بما يرضي الله تنزل 40 كيلو. معايا حتى الجراح ما بتجيبهمش، يعني الجراح لو انت عملت تكميم او جاستك باي باس بينزل 30 كيلو في سنه. معايا من الترجيع والمضاعفات والشعر بيقع والوش اللي دخل جوه، لا طبعا الموضوع بالنسبه لي مختلف تماما. تمام. بس حضرتك يا دكتور يعني بتدي نظام غذائي معاه مكملات زي ما بنقول او حاجات تانية؟ انا دكتور علاج سمنه، اعتقد اني ممكن اكون دكتور مجازا بلا غروب، محترم. اوكي. معايا وافهم ازاي العيان اللي اوعده في شيء اديله ادوات ناجحه فعلا او اثبتت نجاحها بالتوفيق من عند ربنا انها تحقق اللي انت عايزه. انت جاي تخس عندي، هكسر الدهون، هركب مكان في جسمك كده وانت حاطط رجل على رجل حتى من غير رياضه. يعني في دكاتره بيعتمدوا على الرياضه، رياضه ايه؟ واحده وزنها 150 كيلو راحت تمشي، ماشي اسكان بتخش حمام بالعافيه. ايوه آه خلاص. في دكتور تاني عنده التكنيك الناجح اللي كسر الخلايا الدهنيه، شغل مكنه حاجه اسمها لايبوليسيس او فاب مثلا. أوكي. حاجه معايا. تمام. لا عادي يعني قول. يعني كمصطلح يعني كسر الدهون زي ماده اسمها ترايجلسرايد اللي موجوده جوه الخلايا الدهنيه، ماده اسمها ايه؟ فاتي اسيد. وانت الصور الصور كمان هي دكتور معانا برضو يعني على الشاشه. من 140 كيلو هو عايزها ل 60 كيلو ما شاء الله. 60 كيلو ايه لسه فيها خدود يعني يعني. طب انت قلت يا دكتور يعني اقول لك حاجه بس عايز اسمع كلامك. اتفضل. يعني هوايدي دي يعني شفت يعني باينه عندك. لا طب يا طب معلش ممكن نرجع للصوره اللي فاتت اهي. هوايدي دي عندها سكر وضغط وكوليسترول وعندها اكتئاب معايا، وكانت تاخد انتي ديبريسنت دراجز، يعني بتاخده كان وزنها 140 كيلو محبوسه في قفص. شوف الشكل حتى مش هو يعني يعني شوف الصوره كم قيمه الاكتئاب في وشها. ادي بعد ست شهور بقى وزنها من 140 ل 60 او 62 كيلو، الوش زي الفل، ما فيش ترهلات، ما فيش سمر تحت العين، يعني لازم داخله معايا على 80 كيلو للتخسيس. يبقى فاهم خلاص، يبقى عندي ثقه بالتوفيق من عند ربنا ان شغلت المكن بنجاح، المكن بالبلدي كده المسؤول عن تكسير الدهون من غير ما ادخل اوضه العمليات. حلو. ولا شفط ولا جراحه ولا بنك ولا مضاعفات البنك، وهي حاطه رجل على رجل. بس افهم انزل اللي انا قلته معايا بالتزامها من اللي انا اقوله، بالدايت الناجح اللي انا بديه كسلسله ناجحه من الرجيمات كل اسبوع، مفيش بقى اسمها جسمي بيثبت عندي زي الدكاتره، اصل ده بلاتون، اصل مش مفيش كلام الخير ده عندي. طيب وصلت بقى يا دكتور يعني مثلا من الوزن الكبير ده؟ نازله من 100 كيلو ل 60، يعني نازله معايا 40 كيلو في اربع شهور. يعني ما شاء الله. طب 40 كيلو في اربع شهور دايما كده هيسأل سؤال، محدش بينزل كده على فكره، بس هقول لك حاجه، او هرجعهم ما بنعملش تثبيت للوزن. ركزي بقى سوري في الكلمه. طبعا انا بدي من ضمن العلاج اللي بدي، انا بدي منظومه علاجيه ناجحه معايا، وهي غاليه مش رخيصه حقيقه، وما بتكسفش. انا كان قدامي اختيارين، اختار كواليتي ثم كواليتي ثم سيفتي ثم سيفتي، يعني نتائج وامان في العلاج اللي بدي. انا ما اكذبش عليك عشان تكمل معايا 40 كيلو في اربع شهور، لو انا بدي دواء زي يعني سوري بيشتغل على المخ مثلا ويرفع ضغط الدم ويزود ضربات القلب ويعمل ارب، كان كملت كيلو معايا؟ لا طبعا ما كانش كملت. طالما الامور نازله 40 كيلو في اربع شهور زي شيماء مثلا، معناها الامور كانت ايه؟ سلسه، معناها ان بالبلدي كده ولا جوع ولا هبوط ولا دوخه ولا صداع ولا كان في امساك ولا في سمار تحت العين ولا شعر بيه. ثقه في نجاح حتى العلاج اللي بديه، ان فاهم العلاج اللي بديه بغض النظر انه دواء ناجح جدا بيكسر الدهون، الدواء اللي بيرفع معدل الحرق، الدواء اللي بينزل السن المعيار، ومش عيب اكون متميز في علاجاتي. مش عيب يعني معايا طالما لمصلحه الايه؟ مرضى السنه، والاهم من كده ما دخلتش اوضه العمليات ولا في مضاعفات. معايا؟ وفي ما بترجعش اللي هي خس، فاكتر من كده ايه يعني؟ يعني ممكن يكون باسلوب لطيف اقوله يعني. تمام. بس حضرتك يا دكتور كمان عندك يعني في المركز بتاعك انت متخصص ومشهور جدا جدا بالكورسز اللي انت بتديها اثناء فتره العلاج، فبرضه يا دكتور كلمني عن الكورسز دي. بصي انا يعني انا بصي يعني هي الفكره كلها علميا، الدكتور اللي فاهم شغل علاج سمنه فاهم يعني ايه دهون، يعني المريض السنه يعاني من ايه؟ دهون كتير
فبيكتب الدواء الناجح لكسر الدم. اوكي معايا. معدل حرق ضعيف مش طبيعي، لان لو كان المريض سنه حرقه كويس ما كانش جاب، كان حرق كل الوجبات اللي بياكلها، كان حافظ على وزنه. طالما اكشولي معايا بيزيد الجهاز طبعا بيبين حاجه اسمها البيزل ميتابوليك ريت، ان دايما مريض السمنه حرقه اقل من طبيعي ب 1000 كالوري، يعني في 1000 كالوري في اليوم جسمه ما بيحرقوش. فبكتب العلاج الناجح جدا الاورجانيك اللي هو مؤدي مش كيميكال، عشان كده بديها لكل مرضى الضغط والسكر والكوليسترول. يعني دي بقى الثقه في نجاح الادوات اللي بشتغل بيها. في الدواء اللي بينزل السمنه موضوعي ده لسه 2019 معايا، اللي هو بدل انا مش معيش امكانيات اعمل جلسات، وانا مش ما عنديش سنه مفرطه عايزه اعمل. لا 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 يا حبيبي، هو دايما عنده سنه بيبقى عنده سنه موضعيه، ما حدش بيعاني من سنه 20 بس كان عنده سنه موضعيه، منطقه البطن مضايقاه، وانا شغلتي كده وفاهم. يعني مثلا منطقه البطن بعد الولاده هم اربع حاجات بيظهروا فيها: الترهل، السلوليت، الستريتش ماركرز، السبكوتينيوس فات. فانا فاهم بتين كده بقى بحدي دواء معين نازل سنه منطقه البطن حتى لو مش عامل جلسات. هكتب الكريم الناجح اللي يشد الايه؟ الجلد. معايا انا عندي شركه ادويه كبيره، ففاهم الكواليتي بالترخيص بتاعها بالافكاسي اللي انا بديها، عشان كده قلت لك هي مش سحر. والسيلولايت كمان والسيلولايت هو الكريم ده بيعالج ثلاث حاجات: سيلوليت، ستريتش ماركرز وبتاع، وده جهاز معايا. غير بدي مشروب اللي انا زي اللي انا عايز اتكلم عليه النهارده الهيلث سلام، يعني كل الدكاتره لما بيدوا مشروب بيدوا مشروب ايه؟ ملين. معايا لتكليه ايه؟ تنزليه. يعني دايما كل يعني مش عايز اتكلم بصفه عامه ان في دكاتره يهمك تخسي معايا، وحتى الكميات اللي بينزلها مش كتيره، شعرك يقع، سمرت عينك تتبهدلي تقعي من طولك، لا انا عيني على الميزان وعيني على صحه العيان. وده بقى يعني ده بين بالرب صحه العيان، ان اضيف دايما لصحته. يعني لو دخل عيان عندي حسيت مره انه وشه اصفر اقول له تعالي، انت بتشيل الخيار والجزر، بتشيل الفاكهه وبيطلع كلمه صح، ان فاهم الكواليتي بتاعت الدايت اللي بديه والعلاج، ان يضيف دايما كل اسبوع لايه؟ لصحتها. يعني انا بيجي لي يعني مثلا هوايدة دي كان وشها اصفر، اللي هي وزنها كان 140 كيلو وصلت 60 معايا، ما بتخس عندي وشها بيحمر. يعني فاهم حتى العلاج اللي بديه، حتى المشروب الهيلث سلام اللي عايز اتكلم عنه كله فيتامينز، بس من غير اسامي بليز يا دكتور. المشروب اللي حضرتك بتديه معاك في طيب، يعني الماده مثلا المواد الفعاله. طيب انا خلاص كدكتور محترم وعندي ضمير في شغلي بقول بكل ثقه في الله سبحانه وتعالى وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني تمام، ان حد مشروب مش هيبقى مختلف تماما مشروبات بيكتبها الدكاتره. انا فاهم العيان عشان يخس عند دكتور تاني بيدي ملين تاكلي تنزلي، فنزل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والاملاح في الجسم والبروتين، فتلاقي الوش بيصفر عماله تنزلي فين؟ في ميه وهبوط انا طب ولا سمعتي ولا اسمي ولا المعادلات اللي بنزلها. لو انا جيت بجيب معادلات زي كده بس حالا ما فيش مضاعفات بتظهر، ان لو كان ظهر مضاعفات معايا ما كانش هيكمل. فانا بكتب المشروب، فاهم المشروب ده فيه 18 ماده فعاله كلها تضيف لصحه العيان. ال 18 دول ما فيهمش مواد كيماويه؟ خالص، مواد كيماويه ما كانش كملوا يا شيرين. يعني ما بنعرفش، فعلشان كده انا بسالك. عشان كده قلت لك ايه؟ السمعه الطيبه، الثقه في اسم الطبيب اللي توجهك. انا بقول لك بدون مبالغه معايا، يعني الحمد لله توفيق من عند ربنا، اصبح ليا سمعه طيبه في المنظومه العلاجيه، لدرجه ان بياخدوا فيديوهاتي ويحطوه على النصابين يقول لك انا صيدليه ماجد زيتون، دكتوره ساره مساعد الدكتور ماجد، احنا عندنا المنظومه العلاجيه بتاع الدكتور ماجد، ده الدكتور ماجد اللي بيعمل لها ريكومنديشن. طبعا ما اول اعرفهم وادويه تحت بير سلم، هو بيسرق لي بس سمعتي او يعني عشان عارفين ان اسمك مشهور اسمك وكل البيشنتس يعني اسمك طيب فعلا، الناس هتاخد الدواء وتفتكره عند ماجد زيتون، مش عندي خالص ولا تبعي، وقلت في مليون حلقه ومع ذلك 50 واحد بيشتري منهم، انا ما اعرفش هو حر. عشان كده يا دكتور انا حابه برضو كويس قوي ان احنا جبنا الكلام، ان احنا ننوه دايما ان للتواصل مع فريق الطبي لدكتور ماجد زيتون هتلاقوها موجوده عندكم الارقام على الشاشه ظاهره طول الوقت، يعني زي كده ما دكتور ماجد قال محدش يسمع لاي حد، حتى الاعلانات اللي موجوده بنبه فعلا على السوشيال ميديا مش تبعي خالص. ده لقيت صفحه دلوقتي باسم ماجد زيتون عليها 150,000 لايك مش دلوقتي؟ تبعي. اه والله ده بالصدفه. يعني هي الفكره كلها، بس اللي عايز اقوله ايه؟ اتفضل. خلاص، يعني انا دايما الفكره كلها مريض السمنه محتاج دكتور مع احترام الدكتور ماجد، اي دكتور يكون ناجح في هذا المجال، ازاي مش هدخل اوضه العمليات، ازاي ما يكونش فيه مضاعفات من غير رياضه، ان انا هكسر الدهون كل اللي انزل كل الدهون اللي في جسمك واضيف لصحتك، وتاكد تماما وانت بتخس عندي مفيش ترهات هتحصل، مفيش تجاعيد هتظهر، شعري مش هيقع، اسمه ده الرسول محمد، مفيش امساك، مفيش هبوط، عشان تكمل معايا. طيب سؤال يا دكتور، لمرضى السكر والضغط، وسط كلام حضرتك بتقول ان انت برضو بيبقى عندك من ضمن الكورسز بتاعتك حاجات ليهم، ضمن هو كل انا ما بتعاملش مع غير المنظومه قصدك؟ لا انا بتعامل مع الكلابيز. اوكي، فكل الكلابيز اللي بيجوا لي عندهم مش يعاني من اوفر ويت يا شيرين، ما حدش بيجي لي اوفر ويت، يعني زاد 5 6 كيلو، كل اللي بيجي لي 70 و80 و100 كيلو زياده، يعني في حالات هتشوفيها انا من 220 كيلو وصلت معايا 90، يعني لازم معايا 120 كيلو،
طب ليه انت بتتعامل بس مع الاوزان الصعبه؟ يعني مش قصدي يعني هو دايما عشان ليه صعبه. لا 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 هي مش قصدي طبعا بيجي لي اوزان اقل من كده، بس اللي عايز اقوله انا بحب الحالات الايه الكبيره الكبيره اللي هو لو راح دكتور تقليدي هيقول لها ايه ما فيش عندي روح اعمل جراحه والله معاكي بقى. انا لا بالعكس ده شغلي واكل عيشي وبحرفه معايا وفاهم بقول لك ايه. سيب لي نفسك خالص، التزمي بس بالنظام التغذيه اللي بديهولك، هتلاقي نفسك بامنك من اول ما تصحي يا بابا، مع العلاج مع المشروب اللي بديه مع الادويه الثانيه، انك ولا جوع ولا هبوط ولا دوخه ولا صداع ولا امساك ولا شعر بيتاثر ولا هتنامي جعانه، هتعرفي ايه تكمل. العيان ليه بيكمل معايا هذه الكامب؟ بيرتاح مرتاح، في السهرات بيخش لي منها اكسبت ما عدا لو مش ملتزم، وانا عمري ما هخسس حد مش ملتزم. صحيح. المدرس الشاطر اللي يعرف يشرح الماده كويس جدا عايز برضه طالب ايه؟ شاطر يفهم يستوعب لعبه الميزان هاو تو بلاي ذا جيم، ازاي احرك الميزان كل اسبوع برقم عمرك ما هتتخيليه بال 70 وال 80 وال 90 وال 150 كيلو، انا هجيب لكم حاله من 270 كيلو ل 100 كيلو. ما شاء الله. الله ما لازم معايا 170 كيلو، ده قاعد في بيتهم من 2009 طيب ما نزلش. دايما بيقولوا في وقت قد ايه؟ يعني تلاقي دلوقتي كل اللي بيتفرجوا علينا عايزين يعني يعرفوا وقت قد ايه؟ هقول لك حاجه، يعني انا عشان برضه في نقطه، انا بقول لك مثلا اي حاله زي هوايده اللي جبتها لك في الاول ديت مثلا لو رجبوا صورتها. ما اعرفش لو هي هوايده او صوره. ممكن في امكانيه نجيب صور اي حد قبل وبعد؟ اي حد. تمام. اوكي. معايا هوايده دي نازله معايا من 140 لحد ما وصلت معايا 60، يعني نزلت معايا كام؟ 80 كيلو. 80 كيلو؟ لا 80 كيلو الله اكبر، انا مش هتسمعيها ولا الجرح اللي جبتها. معلش انا عارف. دي حقيقه فعلا يعني الله اكبر. اهي معانا هي دكتور. اهي على شاشتك. على الشاشه. هوايتي. دي وزنها كان 138 ووصلت بالظبط هنا صورة كانت 63 كيلو. اوكي. يعني داخله على 80 كيلو. عشان اقول لك انا نزلتها في سنتين، هتقولي كويس برافو عليك يا دكتور ماجد في سنتين، اقول لك ابدا. لو سنتين مش هتكمل، هتزهق وتمل وهتمشي والكلام ده، ده في شهور معدوده. يبقى ده سرعه الانجاز في حرق الايه الخلايا الدهنيه. بس ارجع اقول لك المربع صفر بالصحه من غير مضاعفات ما بترجعيش انت خساه معايا، عشان كده بعتبر اللي يخش لك داخل مصحه، معلش اعتبر ان عندي مصحه ناجحه بتخش لي حاجه تطلع حاجه تانية خالص في شهور معدوده من غير اي كومبليكيشن. بس ركز في اللي انا بقوله يا حبيب قلبي، ركز في التعليمات في الدايت اللي بديه، يعني الدايت لوحده حتى مش كافي. ايوه في تعليمات مصاحبه للايه؟ للدايت. زي ما انا هكتب لك العلاج الناجح فعلا كمنظومه علاجيه، ومش رخيصه المنظومه العلاجيه، يعني حتى ما بتكسفش، يعني حتى العلاج اللي بديه مش رخيص، ان يعني برضه انا مش سهل انك تدور رخيص ياثر عليه. قلت كواليتي يا دكتور، ما انت قلت الكواليتي. والله العظيم انا بامانه الله، والله يا شين لو انا بتكلم معايا مش عارف اسيب حاجه. انا مش حافظ حاجه، يعني مثلا حتى العيان ساعات بيتخض من سعر الدواء والكلام ده، اقول له ابدا الرجيمي ناجح من غير دواء لو انت عايز تمشي عليه. جايز بيجيب معدلات ايه يعني بالبلدي كده. كنت بنزل 20 كيلو. طب معلش يا دكتور كده واحنا بنتكلم هنعرض دلوقتي لحضرتك صور قبل وبعد، برضو تقول لي كل حاله انت وصلت معاها من وزن كام يعني لوزن كام؟ دي مثلا دي شيماء، دي قلناها شيماء دي كان وزنها 100 كيلو وصلت 60. اوكي تمام. في اربع شهور مش في اربع سنين، في اربع شهور. كانت... الله اكبر ما شاء الله. ما دي النقطه بقى، بصي بقى الحاله دي قصه بقى. لا بصي ايمان، دي ايمان حاله خاصه، ركزي انا بقول لك ايه. حاضر. حاله خاصه يعني هي بالجوليان يعني دي الصحه بنت صعب انك تخسيها. شيء طبيعي لظروف الحاله الخاصه معايا، انها ما تعرفش تلتزم، ما تعرفش تلتزم بدايت، ولا تفهم معدل حرارية ضعيف، في هرمون ديستربنس عندها، ومع ذلك وصلت خس معايا من 125 او كان اكتر ل 60 كيلو، نزلت معايا 60 كيلو. مش منتظمه يا دكتور يا حبيب قلبي، ما دي الفكره اللي عايز افهمه لك، ان يكون حاله خاصه صعب ان حد يخسسها. نو واي. ايوه طبعا. يعني ما اكذبش عليك انا مش ولا مبالغه، بس ادي حاله معايا ايمان التزمت. عشان تلتزم عملت ايه؟ ما جعتش، ما هبطتش، ما دختش، ما صدعتش. وصلت؟ وصلت وصلت يا دكتور والله اكبر وما شاء الله. الله عشان ما تخمسش. وهقول لك بقى كلمه ثانيه. انا مش عارف اخسس حد بغض النظر عن السمعه والشهره والكلام ده الا اذا كان ايه؟ ملتزم. صح. ملتزم صحيح. بشكرك جدا يا دكتور ماجد على وجودك معايا النهارده، شكرا جزيلا. ان شاء الله هيكون لنا فقرات مختلفه مع بعض. وما تقولش كده طبعا يا دكتور، اسم كبير بنتشرف بوجوده معانا. كان معانا الاستاذ دكتور ماجد زيتون استشاري علاج امراض السمنه والجلديه. فكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه دايما من عيش صح.